اشتغل الموبايل. منيح. بعرف انت شخص متضايق او حاسس فيكي. لكن مروم انت ما بيلبق لك تبكي. اللي مثلك خلق ليضحكوا بس. شو انا؟ وقت ما كنتي هالقد قدك بحسك شقفة من قلبي، شقفة مني. وبتمنى بيوم من الايام اذا تزوجت يكون عندي بنت مثلك. طولي بالك. ما في شيء بيدوم على حاله. كل الوجع وكل الشغلات السيئة بتروح إلا ما تفرش. هدي حالك. أنت مو متخيل قديش أصعبي أنا. مو متخيل إنه أبي قدامي هيك بعد كل هالغيبة وما قدرت أحضنه، ما قدرت ألبسه، ما قدرت أقول له قد إيه بحبه وإني مشتاقت له كثير. حتى انتبهت لما مسكر لصيبها واجيت كيف هو طلع فيها، شفت حسين هيك بده يجي لعنده ويا عبد الله خدوده. معلش. ما بعرف قلتك بيكون انبسط اني سميتها على اسم ستي. الناس الطيبه زعلها بيطول، وعمي فايز هيك. خليه ياخذ وقته ليخلص زعله وكل شيء رح يتغير ورح يتحسن صدقيني. أنا كثير مشتاقة له، طيب كثير بحبه ومشتاقة له. بعرف بعرف. يا ريما تعي شوفي بنتك فائد. هو اللي فيقع على فكرة، ضلي حركش حواليها لحتى فائد.